السلام عليكم، كيفكم يا تامن؟ بتمنى تشوفوا هذا الفيديو وانتم بخير وصحه وسلامه. اليوم رح نبدا بالوحده الثانيه في ماده التربيه المهنيه اللي رح تكون بخصوص التمديدات الصحيه. رح نبدا في التمديدات اللي بتخص توصيل المياه، اللي هي انابيب توصيل المياه من حيث الانواع والاشكال والاستخدامات. فنفتح مع بعض على صفحه 32. رح نحكي اليوم عن انابيب توصيل المياه. اوكي، نقرأ المقدمة. لتنفيذ التمديدات الصحية داخل المنزل لابد من استعمال أنابيب خاصة تؤمن وصول المياه إلى نقاط الاستعمال دون حدوث أي تسريب للمياه، وتستعمل لذلك أنابيب بأنواع مختلفة حسب المكان أو نوع توصيل المياه اللي احنا نحتاجه، حرارة الماء خارجي أو داخلي. في كتير أنواع مختلفة للأنابيب المياه. فنحكي أول شيء عن شو يعني أنابيب توصيل المياه. هي أجسام أسطوانية مجوفة، يعني فارغة من الداخل، مصنوعة من مواد مختلفة مثل الحديد أو البلاستيك، يستعمل لإيصال المياه الباردة أو الساخنة إلى نقاط الاستعمال المختلفة. إذن أنابيب التوصيل هي أجسام أسطوانية مجوفة، يعني فارغة من الداخل، مصنوعة من الحديد أو البلاستيك أو غيره من المواد التانية، بيستعملها لإيصال المياه الباردة أو المياه الساخنة إلى نقاط الاستعمال المختلفة. هذا مفهوم أنابيب توصيل المياه. أنواع أنابيب توصيل المياه، في عندك أنابيب معدنية وفي عندك أنابيب بلاستيكية. رح نحكي عن الأنابيب المعدنية بتعريفها والأدوات المستخدمة لتوصيلها ولتثبيتها، ورح نحكي بعدين عن الأنابيب البلاستيكية وبرضو الأدوات والمعدات المستخدمة في تركيبها وتوصيلها. فالأنابيب المعدنية هي أنابيب معدنية مطلية مجلفنة بطبقة مانعة للصدأ، لأنك رح يكون فيها استخدام الماء، فلازم أكون أركز حتى لو كانت معدنية لازم أكون أطليها بمواد تمنع الصدأ. توجد منها مقاسات متعددة، أنواع في منها أنواع رخيصة يعني بتكون قابلة للصدأ أو التكلس فبتصير فيها تلف، وأقل استخدام أنابيب يعني هلأ بالوقت الحالي قل استخدام أنابيب معدنية إلى حد كبير لعدة أسباب. شو هاي الأسباب؟ صعوبة تشكيلها، يعني مثلا إذا كان في عندك شكل توصيل مياه بهاي الطريقة، بدنا نجيب أنبوب بهاي الطريقة، صار صعب إني أنا أعمل زي هيك. يعني مثلا إذا كان عندي مستقيم أو بزاوية بتكون سهل، لأنه هون رح أستخدم وصلات سهلة وواضحة، هون ما رح أستخدم وصلات أبدا، لكن لما يكون عندي بهذا الشكل أو بهذا الشكل تعرجات فبتكون صعبة. إذا لصعوبة التشكيل، ها اثنين لثقل وزنها، برضو وزنها كتير تقيل، فهدول السببين الرئيسيين عشان لحتى أدوا يعني لقلة استخدام الأنابيب المعدنية، وصار في البدائل اللي هي الأنابيب البلاستيكية اللي رح نحكي عنها بعدين. وبرضو كمان عمرها التشغيلي قصير بالمقارنة مع العمر الأنابيب البلاستيكية، يعني لأنها بتتعرض للصدأ والتكلس. ليش عمرها التشغيلي قليل؟ لأنها بتتعرض للصدأ والتكلس، فهدول الأسباب الثلاثة اللي أدت إلى قلة استخدام الأنابيب المعدنية والتوجه للبلاستيكية. نشوف الأدوات المستخدمة في توصيل الأنابيب. عندك هدول الأدوات هيهم فيهم أشكالهم وأسمائهم: شد ووصل، شد وصل سن داخلي وخارجي، كوع، هذا لما يكون في عندك مثلا أنبوب من هون أنبوب من هون بدك توصله، ختم سداسي متساوي، سد سن داخلي، كوع إذا كان في عندك زاوية 45 للأنابيب. وهيهم عم قدامكم زي تفريع رباعي مصلب، هذا بنستخدمه حتى أوصل أربع أنابيب مع بعض في نقطة، هذا لثلاث أنابيب بنسميه تي اللي هي ثلاثية، هذا بنسميه المصلب اللي هي الرباعية. ومثل هدول الأدوات نطلع على هدول القطع، هدول الأدوات أو المعدات اللي بستخدمها حتى أوصلها. في عندك أداة تسنين، مقص أنابيب معدنية، ملزمة تثبيت أنابيب معدنية بضغط السلسلة، ملزمة تثبيت أنابيب معدنية بالضغط، عندك مفتاح أنابيب معدنية، هذا أكيد كلكم بتعرفوه، أداة فتح قطر الأنبوب المعدني الداخلي بعد القص اللي مسميه رايمر. هدول الأدوات اللي بستخدمها في توصيل أنابيب المياه المعدنية. بعدين بيجي عندك الأنابيب البلاستيكية. شو هاي الأنابيب البلاستيكية؟ أنابيب مصنوعة من اللدائن وغيرها زي الفايبر، يعني شاع استعمالها في الأونة الأخيرة في التمديدات المنزلية الداخلية والخارجية بنستخدمها. ميزاتها مقارنة بالمعدنية، هاي الميزات هون، ميزات الأنابيب البلاستيكية: خفيفة الوزن،
سهلة التشكيل، لا تصدأ ولا تساعد على التكلس ولا تحتاج إلى عدد كثيرة. هاي عكس كل سلبيات اللي كانت موجودة في الأنابيب المعدنية، لقولها حل في الأنابيب البلاستيكية: خفيفة الوزن، سهلة التشكيل، لا تصدأ، لا تساعد على التكلس ولا تحتاج إلى عدد كبيرة. نحكي عن أنواع الأنابيب البلاستيكية، يمكن تصنيفها على النحو الآتي: من حيث هدف الاستعمال، عندك أنابيب توصيل المياه الباردة أو الساخنة بأقطار نص إنش أو 3/4 إنش أو إنش، وعندك أنابيب تصريف المياه العادمة اللي هي المياه المجاري. فصار عندك نوعين من حيث الاستعمال. من حيث الاستعمال عندك أنابيب توصيل المياه الباردة والساخنة وأنابيب تصريف المياه العادمة. الأنابيب توصيل المياه الباردة أو الساخنة بيكون بأقطار نص 3/4 أو 1 إنش. تصريف المياه العادمة اللي هي المجاري كما في الشكل هذا. إذا من حيث الاستعمال، يا إما أنابيب توصيل مياه باردة وساخنة صالحة للشرب يعني، اثنين أنابيب تصريف مياه عادمة. أوكي؟ الشكل الثاني أو التصنيف الثاني من حيث تحمل ضغط المياه الداخلية. برضو في عندك أشكال: أنابيب ذات ضغط منخفض اللي هي ضغط عادي، 2 أنابيب ذات ضغط متوسط، 3 أنابيب ذات ضغط عالي. تحدد سماكة جدران الأنبوب بنوعه، قوة ونوعه، قوة تحمل الضغط. كل ما كان هون هذا السمك أكتر، بكون عندي قوة تحمل الضغط فيه أكتر. فعندك من حيث تحمل ضغط المياه، في عندك ضغط منخفض، ضغط عادي، ضغط متوسط، وضغط عالي. ننتقل على صفحة 36. من حيث الليونة، تقسم إلى أنابيب غير قابلة للثني، مثل هون غير قابلة للثني، بلاستيكية بس غير قابلة للثني، وأنابيب توصيل قابلة للثني بنسميها بيكس، قابلة للثني والتشكيل عادي، بقدر أحركها كتير فلكسبل يعني كتير مرنة. إذا من حيث الليونة في عندك غير قابلة للثني وقابلة للثني بنسميها بيكس. من حيث عدد الطبقات، شوف كيف من حيث عدد الطبقات، عندك أنابيب توصيل مياه ذات طبقة واحدة وأنابيب ذات عدة طبقات، ذات طبقة واحدة وعدة طبقات. هاي بالنسبة من حيث عدد الطبقات. 5 من حيث توصيلها بقطع التوصيل، تقسم إلى أنابيب توصل بواسطة ماكنة لحام بلاستيكية خاصة وأنابيب توصل بواسطة لاصق خاص. في عندك إشي بيحتاج لماكنة الحام بلاستيك، وفي إشي بنوصله بواسطة لاصق خاص مثل هيك. جيم طلع الشكل التالي، هو بواسطة قطع توصيل نحاسية، بقدر أشبكها مع قطع توصيل نحاسية، بلاستيك مع نحاس. من حيث التوصيل عندك يا إشي بيحتاج لماكنة الحام أو إشي بيحتاج للاصق خاص، والنوع الثالث هو شيء يعني مش بلاستيك ببلاستيك، لا بلاستيك بنحاس. هاي من حيث توصيلها بقطع التوصيل، واحدة تحتاج لماكينة الحام بلاستيك، شكل نوع تاني بيحتاج للاصق فقط، لاصق خاص طبعا بكون، وثالث شيء عندك توصيل بقطع توصيل نحاسية. نتطلع هون نحكي عن العدد المستخدمة في توصيل أنابيب البلاستيك. في عندك ماكينة الحام أنابيب بلاستيكية، مقص أنابيب مياه بلاستيكية، لاصق أنابيب مياه بلاستيكية. شايف هاي؟ هاي الأدوات المهمة حتى أوصل قطع الأنابيب والقطع في بعض. نشوف القطع المستخدمة، كتير بتشبه القطع الموجودة، يعني في كتير منها بتشبه القطع الموجودة في الأنابيب المعدنية. طلع هون إذا بتلاحظ في عندك شد ووصل معدن بلاستيكي كان موجودة في المعدن، معدني وبلاستيكي مع بعض، سد خارجي برضو كان في بالمعدن شكل زيه، في عندنا تفريعة ثلاثية برضو كانت موجودة في المعدن زيه، أنا بوصل فيها 3، سدة سن داخلي كان موجود برضو بالمعدن مثلها، في عندك وسط أنابيب فوق أنبوب، هاي تشوف كيف يعني إذا كان هون في عندك أنبوب توصيل تحت، هاي بتيجي فوقه عشان ما أغير شيء وتوصل بين 2. تفريعة رباعية مصلب برضو كان في المعدن زيه، بيوصل بين 4 تفريعات للأنابيب مع بعض. محبس أطراف خارجي، مثبت أنبوب، تمام؟ هدول بالنسبة للقطع توصيل المياه، توصيل أنابيب المياه البلاستيكية.
نطلع على هاي المعلومة اللي أعطانا إياها هون، نقرأها مع بعض. مادة التفلون اكتشفها العامل روي بلانكت عام 1938، سماها مادة التفلون. شو هاي مادة التفلون؟ هي مادة كيميائية تقاوم مفعول الأحماض الكيميائية سوري، وقد استعملت في كثير من الصناعات مثل صناعة الملابس طبعا الخاصة برواد الفضاء وطلاء أواني الطبخ حتى لا تلصق فيها المكونات أثناء الطبخ، وتعرف بأواني التيفال، وكذلك سد الفجوات لمنع تسريب المياه عند توصيل الأنابيب المعدنية. إذا مادة التفلون بنستخدمها أكثر شيء في صناعة الملابس رواد الفضاء، وطلاء أواني الطبخ بتلاحظ فيها كتير، إحنا بنحكي لهم تيفال، وبرضو سد الفجوات لمنع تسرب المياه عند توصيل الأنابيب المعدنية. إذا مادة التفلون هي مادة كيميائية تقاوم مفعول الأحماض الكيميائية، نستخدمها في الأنابيب المعدنية حتى تمنع التسرب المياه. أوكي، هذا التمرين العملي رح نطبقه بالمدرسة، ما رح يكون في شرح هلأ، الأدوات الموجودة ولاصق حتى أقدر أوصل المبين لبعض. بهمني أسئلة الدرس تحلها يا مس وترفق لي إياها على المنصة، لأنه عليها جزء من علامات امتحان الشهر الثالث كتقييم للأداء. بتمنى يكون كل شيء واضح. إذا عندك سوري استعمل حكيت لكم سابعة قبل شوي. بتمنى يكون كل شيء واضح. إذا عندك إضافة أو استفسار عن الدرس هذا أو عن غيره، بتمنى أنك أبدا ما تتردد تبعث لنا على المنصة أو تخبرنا بالصف بالمدرسة، وبتمنى يكون كل شيء واضح. باي باي.